سوري ان انا دخلتك معاه في المشاوير دي. الواحده لازم تشيل جوزها في الظروف الصعبه وتبقى معاه على الحلوه والمر عشان تعرف بس اني بنت جدعه. لا من ناحيه جدعه فانتي جدعه، بس ما تنسيش برضو انك شفتي معايا ايام حلوه، جربي بقى مره المر. بس ده مش اي مر، المر ده ممكن يخليني اتحبس معاك. لو اي انت ايه اللي في دماغك تاني؟ بفكر اهرب، اهرب برا مصر يا سوسو، اروح لندن عند ابويا واخدك معايا. اخدك معايا لندن؟ عارفه يعني ايه انك تعيشي في لندن؟ يعني انت عاوزني معاك بقيه العمر؟ يعني انت بتحبني؟ طب ما تكتب عليا رسمي بقى يا ابن الناس. يخرب بيت ام الجواز الرسمي ده اللي هياكلك حته من دماغك. تصدق اني جزمه؟ جزمه عشان صدقتك وجيت معاك؟ انت اناني اناني وما بتحبش غير نفسك وبس. انا اناني؟ بأمارة ما بطلتك الشغل الوسخ اللي كنت فيه؟ متشكرين يا رجوله، بس ده مش كفايه. انا عاوزه اتستت زي بقيه الستات كده اللي قاعدين في البيت، وانت مش في نيتك تعمل لي كده. الو؟ ايوه مين معايا؟ مش ده تليفون خالد؟ انا دينا زميلته. انتي اخته؟ اهلا وسهلا. امال خالد فين؟ ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ اتقتل؟ في ايه يا دينا مالك؟ في ايه يا اختي؟ في ايه يا دينا مالك انطقي؟ هو مين مين مين؟ مين اللي اتقتل؟ خالد اتقتل. لا 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 يا جماعة، لا خالد ما ماتش. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يا جدعان بس ده خالد كان معانا امبارح. لا 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 خالد ما ماتش يا جماعة، لا خالد ما ماتش. ليه؟ ليه بيحصل معانا كده ليه؟ استهدي بالله يا حبيبتي. ليه؟ احنا اكيد ربنا غضبان علينا. اكيد ربنا غضبان علينا. صلي على النبي يا اختي، صلي على النبي. ليه؟ ليه بتحصل معايا البلاوي دي كلها ليه؟ ليه كل اللي بحبهم يروحوا مني؟ ليه؟ 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 الدنيا عايزه مننا ايه؟ كفايه شحطتها بقى، كفايه. بتلعب بينا ليه؟ ليه اللي بحبهم يروحوا؟ وحدي بالله كده، استغفر الله العظيم يا رب. مفيش فحل بصل ولا حاجه نفوقها بيه؟ في كلية. طب هاتيها الهي يسترك. ايه في ايه؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، اغمى عليكي بس بره، دخلناكي هنا على طول. طب تليفوني فين؟ اهو. عاوزه حاجه تانيه؟ لا لا بس سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. طب لو عوزتي حاجة نادي علينا، احنا قاعدين بره. ماشي عايزك تقلب الدنيا على العيال دي، انت سامعني؟ اقلب الدنيا لحد ما تجيبهم لي، انت ورجالتك ما تجوش هنا تاني الا ما تجيبوا لي العيال دي، مفهوم؟ بس الرجاله مشغولين بموضوع المظاهرات يا بص. زود يا اخي الرجاله شويه، شويه ينزلوا يضربوا العيال في المتظاهرين دول، وشويه يامنوا المصانع والشركات، والباقي معاك تدوروا تقلبوا الدنيا على العيال دي. امرك يا بص. التلاته اهم من بعض. تامين الشركات ده مهم، العيال اللي هيتضربوا النهارده في المظاهرات مش هينزلوا تاني بكره. اما العيال دول مش سهلين. اقلب الدنيا لحد ما تجيبهم، سامع؟ هنتحرك حالا وندور عليهم. يلا.
ايوه معالي الباشا. ليه كل حاجة حلوة بحس انها مش حلوة؟ ليه كل الناس راضية وسعيدة الا انا؟ اتكتب عليا العذاب والشقا، حتى خالد الراجل الوحيد اللي انا حبيته مات من غير ما يعرف اني بحبه. ده انا ما حبيتش راجل غيره في حياتي. الو. ايوه يا سوا. مين معايا؟ انا دينا. دينا انت فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سوا، مات. مات؟ ايوه اتقتل في الصيد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انت عاملة ايه؟ انت كويسة؟ طمنيني عليك. أنا مش كويسة، مش كويسة، بس هبقى كويسة كمان شوية. دينا أنتي صوتك مش مريحني. ما أنا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني. دينا أنتي فين؟ دينا أنا كنت عارفة إنك بتحبي خالد، بس هو للأسف ما كانش حاسس بده. وصدقيني يا حبيبتي، ده في الأول وفي الآخر كل شيء اسمه نصيب. انتي عارفة يا سهرة كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي؟ ان انا كنت عايزة اعيش عيشة بسيطة زي كل البنات، بس ما عرفتش. حاولت ابقى حرامية ونادلة برضو ما عرفتش. عارفة ليه؟ لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت. انتي بنت كويسة، ما تقوليش على نفسك كده. كويسة ايه بس؟ ده انا سرقت وعملت بلاوي، ده انا فيا العبر. انا ما عرفتش اعيش بشرف، عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف. انتي اتجننتي؟ دينا انتي بتفكري في ايه؟ شوفي يا سوا، انا كتبت رسالة هتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن اعرف انتي فين؟ واشمعنى انا اللي بتطلبيني وتقولي لي حاجه زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان انتي طول عمرك كنتي بتقولي لي انك زي امي، وانا بعد امي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمه، ملهاش اي معنى يا سهى. دينا علشان خاطري اللي انتي بتقوليه ده جنان. انت عارفه عايزه تعملي ايه؟ انت عايزه تموتي كده. انا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفه يا سهى، انا نفسي اروح للناس اللي بحبهم. وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت امي، بس دلوقتي خلاص كل حاجة ملهاش طعم، ومفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش. الموت سكة هروبها، طب فين سكة نجاتها؟ نجاتها يا روح انت يا عيدي، عيدي من ألمها ومن أهاتها إلى عمر بدون حبيب. خلتني انتشي ليلي العمر الرغيب، ساكن صو
صوتها وسكتها طب فيه وحشتيني يا نجاتها أحبك يا خالد طب سكت نجاتها Yeah.